متحف على الهواء الطلق زينته وزينته والسيرة العتيقة بساحة الأمير خالد بمليانة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، فكرة لاقت تجاوبا كبيرا مع سكان المنطقة. محمد شوقي علاك زار المدينة وأعد تالي. في ساحة الأمير خالد وبجوار بقايا مسجد البطحة، متحف على الهواء الطلق للسيارات العتيقة أقيم بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، حيث امتزجت بطابع المدينة التاريخي الحافل بآثار شعوب مرت، فمن الرومان إلى العثمانيين ومن الأمير عبد القادر إلى علي لابوانت. منطقة مليانة قدمت 740 شهيد وشهيدة، من بين الشهداء محمد بورس اللي كان قائد الكشافة، من بينها مصطفى فروخي أول سفير لمدينة الجزائر، قدم الثاني علي لابوانت. تم تنظيم من قبل الاتحاد الوطني للشباب الجزائرية مجموعة من النشاطات بما فيها معرض للأنشطة النسوية، مسابقة فكرية بين البلديات، وكذا معرض للسيارات القادمة. بوجو 203 و 403، سيمكا أريان وجيب ويليس، سيارات من القرن الماضي أعطت ملامح وذكريات بطولات الثورة الجزائرية لم يتفانى أصحابها في عرضها بمناسبة هذا اليوم ولو بخطوة بسيطة. السيارة القديمة هذه على كل حال هي من التراث، هي جزء من التراث. سكان مدينة مليانة أبهرتهم هذه السيارات العتيقة، حيث تهافت عليها الكبار والصغار لأخذ صور تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أول مرة جو هذو السيارات القديمة فرنسية وعجبني هذا العرض ونتصور مع أصحابي، وجابوا سيارات شابين ونصور مع أصحابي بنحطوا تصور فيسبوك. بيان سور شكون ما يحبش ياخذ صور تذكارية هنايا في هذه السيارات الجميلة، السيارات العسكرية، ونحطهم في الألبوم في الفيسبوك. إذا بينا نشوفوا الحاجة العتيقة والحاجة القديمة اللي توصل الإنسان بالتاريخ وبالماضي. فكرة أصيلة ستبقى راسخة في أذهان المليانيين، وستكتب صفحة جديدة في كتب ذكريات تاريخ المدينة.